مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معايا، ولقاء يتجدد يوميا من خلال برنامجنا وبرنامجكم اسأل طبيب. النهارده عايزين نتكلم عن مريض السكر، ويمكن واحنا بنتكلم عن مريض السكر مش هنتكلم عن كينونه السكر فقط لا غير، او الاسباب اللي بتؤدي الى اصابه الانسان بالسكر، ولكن ايضا هنتكلم عن العلاقه ما بين السكر والكبد، ويا ترى هل السكر لما بيرتفع بيؤثر على الكبد ام لا، وايضا هنتكلم عن فيروس سي وازاي نقدر ان احنا نتعامل معاهم، وايه الفرق ما بين السكر في الدم وما بين السكر في البول، وايهم اخطر وكيفيه التعامل معاه، وهل ذلك له علاقه بالعامل الوراثي ام لا. ده اللي هنتكلم عنه النهارده، وبيشرفنا ان احنا نتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم، وهنجيب عن كافه التساؤلات اللي بيتم طرحها من خلالكم. تعالوا بينا نخرج لفاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مرة أخرى، وتعالوا بينا نشوف خبرنا النهاردة، وخبرنا بيقول ابتكار كبسولة كومبو 3-في-1 لعلاج ارتفاع ضغط الدم. توصل علماء إلى كبسولة دواء جديدة تجمع بين 3 أدوية لضغط الدم يمكن أن تكون أكثر فعالية من العلاجات الحالية. ووفقا لموقع ديلي ميل البريطانية، يوفر الدواء الأمل لمئات الآلاف من الأشخاص في المملكة المتحدة الذين يتناولون أقراصا يومية لارتفاع ضغط الدم. كما وجد الباحثون ارتفاع نسبة نجاح العلاج الثلاثي لارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 70% في غضون 6 أشهر. وقالت الدكتورة راس ويبستر التي قادت البحث، قد تساعد نتائجنا ملايين الناس على خفض ضغط الدم على مستوى العالم وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ووجد فريق البحث أن الجمع بين العلاجات الثلاثة بالجرعة العادية لم يكن فعالا فحسب، بل كان آمنا مثل إعطاء الأدوية بشكل منفصل. ده خبر اللي كان معانا النهاردة، وزي ما اتفقنا النهاردة عايزين نتكلم عن مريض السكر وعلاقة السكر بالكبد، وهنتكلم عن الفرق ما بين السكر في البول والسكر في الدم، وهل ارتفاع السكر ممكن يؤثر على الكبد أم لا، وأيضا تأثير السكر على مرضى فيروس سي. هنحاول ان احنا نتناول الموضوع من كافة جوانبه، وبيشرفنا ان احنا نتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم، وهنحاول ان احنا نجيب عن كافة التساؤلات اللي بيتم طرحها من خلالكم. تعالوا بينا نروح مع بعض ونشوف التقرير اللي معانا عن علاج القرح والقدم السكري، ونرجع لكم تاني. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، قرح وجروح القدم السكري، ازاي نعالجها، وازاي الموضوع ده اذا اهملنا العلاج بتاعه هيكون عندنا خطوره كبيره، اللي هي للاسف انه الرجل تتبتر. فاحنا دلوقتي بنتكلم في موضوع ازاي نحمي رجلينا من البتر ونعالج القرح، لان دي خلاص اخر مرحله. طالما حصل القرح دي اخر مرحله من مراحل القدم السكري. في الاول كان عندنا التهاب عصب طرفيه، تنميل وحرقان، ودلوقتي وصلنا لايه؟ القرح. القرح دي معناها خلاص الدورة الدموية بدأت تبقى مش واصلة كويس، اللي هي الدورة الدموية الدقيقة، وبدأ يبقى عندنا فقدان إحساس، وبالتالي العيان بدأ يدخل في قرح في رجله أو قرح وريدية وما شابه ذلك. أي نوع من أنواع القرح بدأ في مريض سكر، لازم كده إيه، دقة ناقوس الخطر، لازم نخلي بالنا جدا ونبدأ الجلسات بشكل يومي علشان نقفل القرحة دي ونقفل الجرح دي ده، ونزود الدورة الدموية الدقيقة اللي رايحة للأعصاب عشان نعالج التهاب الأعصاب الطرفية ونعالج نقص الدورة الدموية. دلوقتي احنا بنحط ده عشان طبعا ما ننقلش عدوى من مريض لمريض، ده بلاستيك شيت علشان ايه، نمنع العدوى. خلاص كده دلوقتي نقدر نحط الجهاز. الموجات اللي احنا هنحطها دي اسمها الموجات الضوئية احادية اللون، مونوكروماتيك انفراريد فوتو انرجي، دي ليها طول موجي معين. الجهاز ده جهاز امريكي ليه طول موجي معين، بيستهدف الهيموجلوبين علشان يفتح المايكرو سيركيوليشن، يبقى ده الشغل الاساسي بتاعه على الشرايين الدقيقة. خلاص بناخد الاول، دلوقتي احنا بنركب الجهاز،
بناخد دي الموجات الضوئية اللي جوه الجهاز. طبعا ميزة الجهاز ده، طب دكتورة هو ممكن دواء يزود الدورة الدموية الدقيقة؟ الدواء ازاي هيوصل في مريض عنده مشكلة في الدورة الدموية العامة؟ يبقى القرحة دي هتفضل في الموضوع ده ومش هتلتئم. عشان نقدر نقفلها بنبدأ بقى نحط على القرحة دي ايه، موجات الماير دي هتزود الدورة الدموية الدقيقة وهتعمل التئام للكرة. احنا كده شغالين على الشرايين الدقيقة والأماكن اللي بتوصل ليها. طبعا الجلسات بتبقى يومية لمدة أسبوعين، وبنعمل تقييم للحالة ونشوف إذا محتاجين تاني بنكمل. المفروض الموجات دي بتستمر على المريض حوالي 45 دقيقة، وبعدين بننقل على حاجة تانية برضو بتزود الوند هيلينج أو القرح، التئام القرح دي هننقل على الفوتوثيرابي اللي هو ليه تأثير كبير جدا جدا. الفوتو ننقل على الفوتوثيرابي ليه تأثير كبير قوي قوي في التئام الجروح. الفوتوثيرابي أو العلاج الضوئي تمام، نشغل الفوتوثيرابي ده بيقعد 25 دقيقة على الجرح. تمام، اشتغل دلوقتي. ابدأ ايه بقى نزود؟ ايوه تمام، زي ما انتوا شايفين ده اسمه علاج ضوئي، ده برضو بيزود. يبقى احنا عملنا ايه، العلاج الاولاني ده 45 دقيقة، وده العلاج التاني 25 دقيقة. وبعد كده بنعمل العيان ده بعد ما بيخلص تمارين حوالي 45 دقيقة او 40 دقيقة تمارين بشكل معين، بحيث ان احنا نقوي العضلات ونحافظ على العظم، عشان العيان ده ممكن من نقص الدورة الدموية يدخل في حاجة اسمها شاركوت جوينت، ويبدأ العظم يعني ايه يفك من بعضه، وندخل في مشكلة تانية يعني ايه برضو تؤدي الى البتر. فاحنا دلوقتي نعتبر في مرحلة ايه خطيرة. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها الماجنتيك ثيرابي، وبنعمل ده بيزود برضو حاجة تانية بتزود الوند هيلينج، بيبقى حوالي 20 دقيقة تانيين. والمفروض ان احنا كمان مش بس بنشتغل على الرجل دي، احنا بنشتغل على الرجل التانية، لان مريض السكر التهاب الاعصاب الطرفية ده اسمه ايه سيمتريكال ديزيز، يعني زي ما بيسيب الناحية دي بيسيب الناحية التانية. تمام، كده يعني في مجمل الجلسة بتبقى حوالي 2.5 ساعات، وبنكون خلصنا ايه المريض ده. المهم بقى اللي يهمنا ان الجلسات دي تكون منتظمة، ان السكر بتاعه يحاول يظبطه في العلاج، ان احنا نعمل برنامج تأهيلي كويس جدا جدا، علشان في جلسات على الرجل المصابة وجلسات على الرجل التانية لانه فيها التهاب اعصاب طرفية. التهاب الاعصاب الطرفية ده برضو ناتج من نقص الدورة الدموية الدقيقة، نتيجة ان الجلوكوز ما بيتصرفش وبيتكون في مادة كيميائية تانية اسمها السوربيتول على جدار الاوعية الدموية الدقيقة، وكمان وجود مرض السكر لفترة طويلة بينقص الاكسجين جوه الخلايا الدموية. فكل الحاجات اللي احنا بنعملها دي بتزود الدورة الدموية الدقيقة، بتزود التئام الجروح لو في جروح او قرح. اذا اهملنا الامر بندخل في المرحلة الخامسة اللي هي ايه، لا قدر الله انسداد بقى كامل، ونضطر وان الجرح ده مش راضي يلتئم لحد ويعمل انفكشن، ونضطر بعد الشهر نبتر الرجل. لكن مع الجلسات دي ان شاء الله كل الحالات جابت نتيجة هايلة جدا، تكاد تكون 100%، وانقذنا الرجل. فمن فضلكم يا جماعة علاج القدم السكري مهم جدا، من اول ما هو تنميل وألم الى ان وصل لقرح قبل ما نوصل لاخر مرحلة. ورجعنا لكم مرة أخرى، وزي ما اتفقنا النهاردة عايزين نتكلم عن مرض السكر، ولكن هنحاول إن احنا نتكلم عن مرض السكر وعلاقته بالكبد، هنتكلم عن فيروس سي وعلاقته بالسكر أيضا، الفرق ما بين السكر في البول والسكر في الدم، وهل أيهم أخطر في التعامل معاه، وهل بيكون ده ليه علاقة بالعامل الوراثي أم لا. هنحاول نحن نتناول الموضوع من كافة جوانبه، ولكن خلونا في البداية نرحب بضيفي العزيز دكتور محمد نور الدين، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي. أهلا بحضرتك معايا يا دكتور. أهلا بيك دكتور. خلينا في البداية نقول إيه العلاقة ما بين السكر والكبد؟
تمام. طبعا العلاقة بين مرض السكر والكبد علاقة طردية وتبادلية، يعني بتبقى في علاقة، المرضين بيأثروا على بعض تأثير سيء، لأن في ملايين المرضى في مصر، حوالي 7 مليون مثلا مريض عندهم مرض السكر، نعم نحتل المرتبة رقم 10 على العالم، 2025 هنبقى نحتل المرتبة رقم 9، وفي ملايين المرضى اللي بيعانوا من الكبد. إذا في هناك مرضى كتير هنشوفهم، ملايين المصريين بيعانوا من المرضين معا. نعم مريض السكر اللي بيكشف عند أخصائي الغدد الصماء والسكر، وهو بيكشف روتيني وبيقوم بإجراء الفحوصات بتاعته، بيكتشف صدفة إن في اختلال في إنزيمات الكبد. نعم ساعتها دكتور الاستشاري اللي هو الغدد الصماء بيحوله لدكتور الكبد، عشان دكتور الكبد يعرف إيه أسباب اختلال إنزيمات الكبد دي، وإيه سبب اختلال وظائف، هل السكر علاقة بهذا الموضوع؟ يعني ممكن يكون السكر يعني عامل من العوامل المؤثرة على الكبد، إصابة الكبد؟ السكر من العوامل التي تؤدي إلى ازدياد حالة الكبد سوءا عندما يكون هناك في مصدر لمرض كبدي. يعني هي عامل مساعد ولكن ليس عامل مسبب. ليس عامل مسبب، هو عامل مساعد في ظهار المرض، لأن بتبقى الأعراض غير واضحة وتكتشف بمحض الصدفة، ويكتشفها الدكتور المتمرس، لأن الاكتشاف المبكر أيضا يمنع حدوث مضاعفات بعد ذلك. أكيد طبعا. طيب خلينا برضو نتكلم، أنا بسمع كتير جدا يقول لك ده عنده سكر في الدم، لا ده عنده سكر في البول، إيه الفرق ما بين الاتنين؟ تمام. هو طبعا مصطلح سكر في البول ده نقدر نقول عليه لما يعدي مستوى السكر في الدم 180 ملي جرام على الديسيليتر، دي النسبة اللي يبدأ يتصرف فيها السكر من الكلى إلى البول. إذا مستوى السكر الطبيعي في الدم اللي هو بيبقى من رقم 70 ل 126، ده رقم الطبيعي. تمام؟ لو السكر في الدم زاد عن اللي هو 180 ملي جرام في الديسيليتر، هيبدأ ينزل فين؟ في البول. بعض المرضى بصورة طبيعية بينزل سكر في البول رغم إن السكر في الدم بيكون مظبوط. إذا مصطلح سكر البول ده غير دقيق لتشخيص مرض السكر، وإن التشخيص المظبوط لمرض السكر بيعتمد على تحليل الدم اللي هو بيزيد عن 180، او السكر الهيموجلوبين التراكمي. التراكمي ده على ما اعتقد ان هو ده اصح ده واحد. اصح تحليل، لانه لا يتاثر بالاكل ولا يتاثر بممارسه المجهود، وبيقيس السكر في الثلاث شهور السابقه للتحليل. نعم. اذا انا بعتمد عليه في التشخيص، وبعتمد على تحليل الدم الصائم والفاطر والعشوائي، ولكن لا اعتمد على تشخيص السكر بوجوده في البول. نعم. طيب دكتور خليني برضو نتكلم عن علاقه السكر بالكبد، وهل ارتفاع السكر بيكون له تأثير واضح على الكبد ام لا؟ طبعا ارتفاع السكر يؤثر على الكبد بصورة كبيرة. ازاي؟ في 80% من المرضى بيحصل مرضى السكر بيحصل فيهم تسرب لمادة اسمها جلايكوجين في الكبد، تؤثر على وظائف الكبد. تاني حاجة، في مرض مشهور جدا يسببه السكر، وهو مرض الكبد الدهني عن طريق تسرب الدهون في الكبد، في نسبة 40 ل 70% من مرضى السكر. إذا نسبة نعم. كبيرة، 40% ل 70% من مرضى السكر يعانوا من الكبد الدهني. دكتور أنا عايزة برضو أعرف يعني إيه كبد دهني؟ آه. إحنا بنسمع عنه كتير. تمام. ويمكن ما كناش الأول بنسمع عنه، ولكن دلوقتي أصبح الناس تقول لك ده أنا عندي كبد دهني. تمام. يعني إيه كبد دهني؟ الكبد الدهني يعتبر بسبب تغير نمط الحياة في الوقت الحالي، وثقافة الريموت كنترول، وعدم ممارسة الرياضة، والأكل التيك أواي، حصل إن الجسم طبعا مع السمنة اللي تمثل قنبلة موقوتة، حصل إن بيحصل فيه تراكم للدهون في أماكن كثيرة في الجسم منها الكبد. تراكم الدهون ده يؤثر على الكبد ويخل وظيفته، لأن بتراكم الدهون ديت بترتفع إنزيمات الكبد، كما إنه بيزيد مقاومة الجسم للأنسولين الطبيعي. إذا علاقة الكبد الدهني بالموضوع هو نمط الحياة، تغيير نمط الحياة، وهو مضر لأن تترسب الدهون في الخلايا الكبدية وتضغط عليها، ويؤدي ممكن بنسبة 1 ل 8% من 40 ل 70% اللي احنا قلنا عليهم دول تليف الكبد. نعم. إذا مرض الكبد الدهني لا يقل خطورة عن فيروس سي، رغم أن فيروس سي ده مشكلة مهمة في مصر ورقم واحد في مصر، إلا المشكلة إن شاء الله المشكلة هتواجهنا بعد القضاء على فيروس سي بالنسبة للكبد، هيبقى الكبد الدهني، وذلك لانتشار مرض السكر في مصر. نعم. إذا يجب مواجهته من الآن. نعم. الكبد الدهني.
الكبد الدهون. طيب مش دايما الكبد بيبقى حواليه دهون يا دكتور؟ يعني حواليه الدهون تبقى بنسبه طبيعيه لا تتعدى مثلا نسبه معينه، لكن عندما تزيد هذه النسبه عن الحد تحول الى نسبه سيئه. طب انا بسمع عن بعض الادويه اللي بيقول لك ان هي بتقلل الدهون في الجسم، ويمكن دكاتره كتير جدا كانوا بينبهوا انه ما تتاخدش عشان ما تاخدش من الدهون اللي حوالين الكبد. هل هذه الادويه ممكن تساعد في شفاء الكبد من الدهون اللي حواليه في هذه الحاله؟ طبعا رقم واحد قلنا في الكبد الدهني ده تغيير نمط الحياه، لان الادويه دي بتبقى مساله وقت والواحد مش هيمشي عليها طول العمر. طبعا تغيير نمط الحياه وممارسه الرياضه واتباع النمط السليم في الاكل والحياه والمشي يوميا نصف ساعه في اليوم وكل هذه الاشياء كافي بعلاج الكبد الدهني. نعم. بعد ذلك بيشمل العلاج الدوائي والذي يشمل زي ما حضرتك قلت كده الادويه التي تذيب الدهون في الجسم دي مفيده، الادويه التي تحفز الكبد مفيده، الادويه التي تزيد من حساسيه الجسم للانسولين برضه مفيده لهذا النوع من المرضى. دكتور ايه الاعراض اللي ممكن بنعرف بيها ان هذا المريض عنده مشكله في سكر الكبد؟ تمام. الاعراض ده طبعا احنا قلنا في البدايه ان الاعراض بتبقى غير واضحه وبتكتشف بمحض الصدفه، وهي بتشمل اجهاد عام وخمول وشحوب في الوجه. واعراض السكر لما عندما يرتبط بالكبد في اعراض اساسيه للسكر كجفاف الحلق وكسره ادرار البول وانخفاض الوزن، اعراض عامه. والكبد في البدايه بيكون بدون اعراض لانه لسه الاصابه مش تمكن، لان الكبد الدهني وامراض الكبد تاخد وقت لما تظهر اعراض معينه كصفراء الدم او استسقاء البطن او تورم القدمين، اللي هي اعراض الكبد بقى دي اللي مش بتيجي الا في المرحله الايه المتقدمه من المرض. لذلك احنا كوظيفتنا كاطباء وكاعلام وكمرضى ان احنا نكتشف المرض مبكرا، ان احنا نعمل التحاليل اللي نعرف من خلالها يعني بالظبط. ودي دعوه عامه لاي انسان تجاوز ال40 عام انه يعمل شيك اب دوري. وعلى فكره يعني الكشف عن فيروس سي في معامل كتير جدا بتعمله مجانا دلوقتي يعني. فاصبح ان هو متاح لكل البشر او كل الناس. والكشف الدوري فوق ال40 كل عام عن طريق السكر الصائم والفاطر والسكر والهيموجلوبين التراكمي زي ما اتفقنا وانزيمات الكبد ووظائف الكبد يكتشف اي مرض ويمكن السيطره عليه بسهوله بعد ذلك. دكتور هل هناك علاقه ترابطيه ما بين فيروس سي وبين السكر؟ يعني هل لازم الشخص اللي عنده فيروس سي يكون عنده سكر؟ طبعا هو مش لازم، بس احنا لقينا فعلا في مصر ان في 30% من مرضى فيروس سي عندهم سكر. دي نسبه كبيره جدا، لدرجه ان الحمد لله بعد علاج فيروس سي في مصر لاحظنا انخفاض في اعداد مرضى السكر، لان فعلا المريض اللي عنده فيروس سي واخد علاج فيروس سي بعد ذلك بالتحاليل الروتينيه اللي احنا قلنا عليها دي لقينا ان في تحسن في السكر وانه ما عادش يحتاج علاج السكر. طب ايه السبب اللي بيخلي مصابي فيروس سي بيجي لهم السكر؟ يعني هل في نشاط معين بيتم في نشاط معين طبعا من الفيروس تمام؟ ليه علاقه معينه بالسكر. عشان كده احنا اكتشفنا مش الادويه، مش الادويه، لان في بعض الاشخاص يقول لك ما الادويه هي اللي خلت السكر جالي. وهم يعني لخصوها بعلاقه الفيروس بزياده مقاومه الجسم للانسولين. الطبيعي عشان بيفرز مواد معينه وكده بتزيد مقاومه الجسم للانسولين الطبيعي مما يؤثر في تكوين طبعا ايه مرض السكر. فيروس سي دلوقتي قبل ما اعالجه حتى لازم اكون متحكم في السكر، يعني مريض فيروس سي وعنده يعني سكر قبل ما تقوموا باي خطوه لازم بتامنوا نفسكم في لو التعامل السكر مع السكر. لو الهيموجلوبين التراكمي السكر التراكمي عالي والسكر عالي ما ببداش علاج فيروس سي، لازم ابدا علاج فيروس سي عندما يتم التحكم تماما في السكر، لان ده اكيد بيبقى نوع من العوائق اللي دي العوائق التي تؤدي الى انتكاسه اللي بتحصل بنسبه انتكاسه في علاج فيروس سي. يعني ممكن حد سكره عالي بعد ما خد الدواء يفوجئ ان المرض هو عالي اصلا من البدايه، السكر عنده عالي من البدايه اصلا، ده سبب في انتكاسه علاج فيروس سي. عشان كده قبل ما اعالج فيروس سي لازم اكون متحكم في السكر تماما، لان التحكم في السكر تماما يؤدي الى نجاح علاج فيروس سي. علاقة الترضية بقى نجاح علاج فيروس سي يؤدي بعد ذلك القضاء على ايه؟ السكر. على السكر. اذا دي ان شاء الله بشرى كويسة جدا. يعني ممكن مريض السكر اللي عنده فيروس سي ممكن يفوجئ بعد كده ان هو بقى كويس، انه ما يحتاجش علاج سكر بعد ذلك. وده دكتور هل فعلا الاشخاص اللي عندهم سكر ممكن يصل بيهم الحال ان هم يوقفوا ادوية السكر خالص، ولا زي ما احنا دايما بنقول اللي بياخد دواء سكر هيفضل طول عمره ياخد دواء سكر؟ هو طبعا احنا قلنا نمط الحياة رقم واحد، هل الانسان هيستمر على نمط الحياة السليم؟ تمام؟ وهل في سبب للسكر زي مثلا ما اكتشفنا موضوع فيروس سي؟ هنعالج السبب. لكن في
بعض انواع السكر اللي بتبقى انواع طبعا دي بتبقى فتره طويله ومرض مزمن، ودي طبعا ايه المريض ده ماشي على علاج السكر طوال فتره عمره. نعم. طيب دكتور، زي ما بنتكلم دايما عن ارتفاع السكر، ايضا انخفاض السكر بيكون له تأثير غير محمود على الجسم. عايزين نتكلم عن الأعراض اللي بتحدث من انخفاض السكر. طبعا انخفاض السكر بيمثل خطورة كبيرة على حياة المريض، لازم المريض يكون صاحي جدا للأعراض دي اللي هي بتتمثل في شحوب في الوجه وخمول في الجسم طب هي نفس الأعراض بتاعت ارتفاع ورجفان، السكر؟ بس الأعراض بقى اللي بتميز انخفاض السكر هي التعرق البارد وزيادة ضربات القلب، دي يعني حاجة معروفة جدا، وطبعا فقدان جزئي للوعي، وتعتبر الأعراض دي لو زادت ومش اكتشف بدري بيخش في حاجة اسمها غيبوبة انخفاض السكر. دي غيبوبة من أخطر أنواع الغيبوبة، اللي لازم أدي جلوكوز وريدي بسرعة عشان أرفع نسبة السكر. من حالات الطارئة عندنا في الطب انخفاض السكر، لأن طب ايه غيبوبة السبب السكر اللي بيؤدي للانخفاض؟ السبب إن المريض ممكن يكون بياخد أنسولين وما بياكلش، او بياخد تعبان من مرض اخر كنزله معويه حاده او جفاف او وما اخدش باله زود جرعه الانسولين المعتاد ياخدها مثلا، تمام؟ وبالتالي لازم يكون في كلوز كورليشن، علاقه قويه جدا بين المريض والطبيب في متابعه السكر كل فتره وتحديد الجرعه المناسبه حتى لا يرتفع السكر او ينخفض. طب دكتور، في حالة ان الشخص يجيله نوع من انخفاض السكر، حضرتك قلت ان في هذه الحالة لازم حقنة بتتاخد في الوريد انترافينوس. على طول. طب لو هو في البيت، ايه هي العوامل الاسعافية اللي ممكن يتم الاسعافيه استخدامها؟ السكر طبيعي كده بالمعلقه، معلقه كبيره سكر في بقه على يعني طول. لو حسينا ان معانا شخص انخفض عنده السكر جامد بنديله سكر. دي قاعده في مرضي السكر، ان اي مريض سكر يجي له غيبوبه ياخد معلقه السكر دي، لان السكر لو عالي مش هيضره قوي، لكن لو واطي هينفعه جدا. يعني انخفاض السكر اكثر ضررا؟ اكثر ضررا من ارتفاع السكر. طيب لو قلنا يعني لو حصل نوع من الانخفاض في السكر، ايه التأثير اللي بيحدث على الجسم؟ هل بيحدث نوع من الاصابات في اعضاء الجسم ولا لا؟ طبعا الانخفاض اذا زاد عن فتره معينه ممكن يحصل مشكله في المخ، مشكله في القلب، مشكله في القلب. معقوله يأثر على يأثر القلب جدا، ولو والمخ؟ استمر الكلام ده السكر، لان السكر الجلوكوز ده الخلايا الجسم بتاخده عشان تشتغل، لو ما فيش الجلوكوز ده الخلايا هتتوقف عن العمل. لو استمر عدم وجود الجلوكوز ده فتره 20 دقيقه ل 50 دقيقه ممكن الانسان يفقد حياته. اذا فالموضوع فعلا يعني السكر المنخفض اكثر اكثر فتكا بالانسان من من السكر السكر. المرتفع، تمام نقدر نقول تمام يعني الانسان ما يخافش من هو السكر يرتفع، لكن هو طبعا كل حاجه لها اضرارها، ولكن بنتكلم عن مدى الخطوره. هل السكر المنخفض يا دكتور ممكن يكون له علاقه بالعامل الوراثي، ولا ده بيحدث من نمط الحياه فقط؟ لا، لا نمط الحياه. هو طبعا السكر المرتفع ومرض السكر بصفه عامه هو مرض وراثي اصلا. طبعا دي عشان كده طبعا اللي عنده استعداد وراثي، ودي من النصائح اللي بنقدمها ليهم، لازم يعملوا الكشف الدوري اللي احنا قلنا عليه ده. اللي عنده استعداد وراثي في احد الافراد في العائله عنده سكر، ده لازم يعمل السكر الصائم والفاطر والسكر التراكمي كل 6 شهور لسنه. دكتور، انا برضه عايزه اتكلم عن موضوع السكر اللي بينخفض مع بعض الاشخاص اللي بيقوموا بعمليات الرجيم، واعتقاد ان هم كل ما يمسكوا على نفسهم قوي هيقدروا ان هم يخسوا جامد. طبعا موضوع الرجيم، حتى احنا بنتكلم هنا عن مرضى الكبد والسكر. بالظبط. الرجيم وانقاص الوزن لازم يكون بنسبه معينه لا تتعدى 10% من الوزن المبدئي عشان مش هضر الكبد. انا ثانيا عايزه اعرف جزئيه انا سمعتها فعلا، ان الانسان لو خس بزياده قوي ايوه ممكن يضر الكبد. ازاي يضر الكبد؟ بيضر الكبد، لان الكبد ده مخزن الجلايكوجين اللي هو السكر المعقد ده. جلايكوجين ده لما السكر ينزل مع الرجيم والحاجات دي الكبد هيضخ كميات منه يحولها الى جلوكوز، وتكرار هبوط السكر سيؤدي الى اجهاد للكبد، وبالتالي يجب زي ما قلنا كده ان احنا ننزل كيلو جرام واحد اسبوعيا، تمام؟ المعدل اللي انا عايز اوصل له 10% من الوزن المبدئي اللي انا بدات بيه. بس ازيد من كده ده ازيد من هيضر كده بالكبد. سيضر الكبد. اذا انقاص الوزن بيتم مع اخصائي متمرس، ويتم زي ما قلت كده بايه باجراءات وقواعد معينه. طيب يعني هذه هي الحاله اللي بيقوم فيها الكبد بافراز السكر، ولا هناك حالات اخرى بتستدعي ان الكبد يقوم بافراز السكر؟ الحالات اللي بيفرز فيها الكبد تحول الجلايكوجين الى جلوكوز هي الحالات اللي بيحصل فيها انخفاض فعلا في السكر في الدم. نعم. ودي هي اهم حاله اللي الكبد بيقوم بها بتعويض هذا الموضوع. طب دي هل بيشعر بها الانسان يعني دي كلها حاجات طبعا لا شعوريه يعني، بس الانسان بيشعر بها بالاعراض.
عندما يتم انخفاض اللي السكر هو طبعا جسمه بيبقى بيرتعش تعبان، زياده ضربات القلب ويترعش وعرق وتعرق بارد ورجفان في الجسم وهبوط عام في الدوره الدمويه. طيب دكتور، احنا اتكلمنا يمكن عن دواء الفيروس سي، ولكن عايزين نتكلم عن تاثير ادويه السكر على الكبد. تمام. طبعا الادويه بصفه عامه الدوائيه تؤثر على الكبد بشكل سيء، خصوصا لو في مراحل متقدمه من المرض. والدواء الامن اللي انا اخده مع الكبد وانا مطمن هو الانسولين. لذلك انا بنصح المريض عندما ينصحه اخصائي الكبد بضروره توقف دواء السكر والتوجه للانسولين انه يوافق على طول، لان بعض المرضى بترفض التوجه للانسولين، لان دايما عندنا اعتقاد ان اللي بياخد انسولين عمره ما يسيبه. لا طبعا ده مش مظبوط، وكمان ان الانسولين هو الامن على الكبد بالنسبه لبقيه الادويه. في بعض الادويه كالميتفورمين والأدوية الأخرى التي تستخدم في علاج السكر تؤثر على الكبد بدرجة سيئة، ولكن أيضا لو الكبد في مرحلة مبكرة زي الكبد الدهني قد يكون الميتفورمين مفيد لي. إذا اللي هيحدد الكلام ده الطبيب المعالج، وعلى المريض الامتثال لإرشادات الطبيب، لأنه طبعا هو بيفهم في الموضوع ده أكتر وهيوجهه للإيه توجه السليم. لكن بصفة عامة احنا قلنا أن أدوية السكر بصفة عامة تضر الإيه الكبد. الكبد والأفضل هو الأنسولين. واكتشف في هذه الأثناء في الأعوام الأخيرة بعض الأدوية الآمنة في علاج السكر التي لا تؤثر على الكبد. نعم. ودي الأدوية دي احنا بنكتبها دلوقتي مع الأنسولين أو بدون الأنسولين في بعض الحالات. يعني كده معنى كلام حضرتك أن كل من يتعاطى أدوية السكر يجب أن هو يقوم بعمل كشف دوري على الكبد، لأنه ممكن يكون حصل نوع من التضرر. تمام. اللي ما شعرش بيه المريض في حد ذاته. تمام كده، لأن هو طبعا الأخصائي المتمرس هيقوم بالتحاليل المطلوبة زي ما قلنا، إنزيمات الكبد ووظائف الكبد ووظائف الكلى وصورة الدم. دي تحاليل دورية بكتشف بها أي خلل ويتم توجيهه وإصلاحه مبكرا حتى لا يحدث مشاكل مستقبلية. نعم. طيب في حالة إذا تضرر الكبد من أدوية السكر الموقف بيكون إزاي معاكم؟ طبعا إذا تضرر الكبد من أدوية السكر وتم مثلا حدوث، هي طبعا بتبقى درجات صح؟ درجات. قلنا الكبد في المراحل الأولى لا يتضرر. الكبد في المراحل المتأخرة في مرحلة التليف، مرحلة الصفرة، مرحلة الاستسقاء والحاجات دي ليه علاج معين اللي هو الأنسولين، بيتاخد بجرعات معينة تحت إشراف الطبيب. إذا تضرر الكبد وأثر على وظائف الكبد قد يصل الموضوع إلى غيبوبة كبدية أو يصل الموضوع إلى كل ده بسبب أدوية السكر. الأدوية الخاطئة لازم الأدوية بالذات بيكون تحت إرشادات الطبيبين المختصين بهذا الموضوع اللي هو طبيب الغدد الصماء وطبيب الكبد. دكتور عايز أتكلم عن أسلوب تعاطي أدوية السكر، ويمكن بلاحظ إن بعض الأشخاص يقول لك إيه، أنا باخد السكر لما أحس إن السكر بتاعي ارتفع وببطله طول ما أنا كويس. طبعا ده خطأ، لان السكر زي ما قلنا التحليل اللي بيقيس السكر كل 3 شهور التراكمي ده ملوش علاقه بالاكل ولا ليه علاقه بارتفاع او انخفاض. ده بيقيس مستوى السكر لازم ما يعديش نسبه معينه 7. تمام. ممكن المريض في وقت من الاوقات بيبقى سكر 400 وياخد العلاج ويتظبط، لكن على مستوى العام هيقيس السكر تروح عليه 8.5 10 11، وده بيأثر على المدى الطويل في اعضاء مهمه في الجسم كشبكيه العين والكلى والأوعية الدموية وزي ما قلنا الكبد. نعم. إذا أنا مش أفرح لما يبقى تحليل السكر مظبوط. يعني مش معنى إن أنا تحليلي مظبوط إن أنا أوقف الدواء. لا طبعا. وتعطى مرة أخرى لما يرتفع. الطبيب المتخصص هو اللي يقول الكلام ده، لأن هو أدرى، لأن هو مش بيدور إن السكر يكون مظبوط فقط، ده هو بيدور إن أنا أمنع مشكلات السكر بعد كده اللي هي طبعا مشكلات كبيرة تشمل المخ والقلب والأوعية الدموية والكلى والكبد. يعني ممكن نلاقي بعض الاضرار اللي ظهرت قدامنا من ان احنا بناخد الدواء بمزاجنا. أيوة. واكيد حضرتك بتلاقي مرضى عندك طبعًا كتير يقول لك انا خدته مره وخلاص بقيت كويس يا دكتور، طبعا مش محتاج. وده سبب كبير في حدوث مشاكل للمرضى، وبيتم توجيههم، وطبعا الاعلام وتوجيه الندوات الصحيه وزياده الوعي لدى المواطنين ان شاء الله هيبدا التحكم في مثل هذه الظواهر السلبيه. دكتور طب انا عايز اتكلم، يعني دايما نقول ان هناك علاقه وطيده ما بين السكر والضغط العالي. ايضا هل هناك علاقه ما بين الضغط العالي والكبد؟ هل بيكون له تاثير الضغط العالي على الكبد؟ هو بالنسبه للضغط العالي والكبد التاثير بيكون محدود شويه، لان احنا عندنا في الكبد في حاجه اسمها الوريد البابي، ده ليه ضغط معين بيزيد، هو ده اللي بيهمنا اكتر من ضغط الدم بصفه عامه. نعم. ولكن في بعض المراحل المتاخره من الكبد بيحصل تاثير على القلب، ويحصل تأثير في زيادة الضغط أحيانا، بس دي بتبقى في مراحل. إيه الأعراض اللي من خلالها حضرتك كطبيب بتقدر تعرف إن الكبد تضرر وقد وصل إلى مرحلة
غير محمودة. تمام. طبعا الأعراض اللي احنا قلنا عليها اللي هي الإجهاد العام أو ظهور بعض الأعراض الخطيرة كانخفاض الوزن التدريجي، ألاحظ المريض بيفقد وزنه من غير أي من غير أي رجيم أو رجيم من غير ولا أي حاجة، حاجة. دي من علامات الخطورة بالنسبة لي. ألاحظ فرار في عين المريض، ألاحظ في تورم في القدمين، ألاحظ في زيادة في حجم البطن، كل الأعراض ده استسقاء، ارتفاع البطن فاستسقاء. دي بتبقى عشان كده استسقاء. طبعا الإشعة الفوق صوتية والتلفزيونية اللي أنا بديها بعملها للمريض دوريا كل 6 شهور، وتحليل وظائف الكبد الكاملة كل 6 شهور، أي شيء بيظهر بقدر التحكم فيه بسهولة. دكتور ايه يعني احنا بنسمع عن الاستسقاء، الاستسقاء ده ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الاستسقاء ده بيحصل تراكم من سوائل معينة في البريتون نتيجة نقص هرمون معين يسمى الألبومين. الألبومين ده هو اللي بينتجه الكبد. في حالة حدوث كسل الكبد دي في المراحل المتأخرة لا يقوم بإنتاج الألبومين بنسبة كافية. الألبومين ده هو المسؤول عن التوازن الأسموزي بداخل الخلايا، وبالتالي عندما يحدث عدم توازن أسموزي بين الدم وبين البريتون بيحصل امتصاص للماء في البريتون، وهذا الامتصاص الماء يحدث تراكم مع سوء حالة الكبد وعدم العلاج المنتظم يؤدي إلى استسقاء البطن، ودي طبعا مشكلة كبيرة بتواجه بتتعاملوا معاها ازاي يا دكتور في هذه، يعني لو لقيت المريض جاله استسقاء بتتعاملوا معاه ازاي؟ هل بتتعاملوا مع الكبد ولا بتحاولوا تحلوا المشكلة الموجودة الأول احنا بعد كده طبعا تتعاملوا مع الكبد؟ لازم نحدد سبب الاستسقاء الأول. حالة الاستسقاء الغير مستجيبة للعلاج أنا طبعا بندي نوزن المريض، بندي له مدير للبول اسبوعين، ونوزن المريض مره اخرى ونشوف بالسونار. اذا تم التحكم في الاستسقاء خلاص يبقى المريض هيكمل العلاج. اذا المريض فشل في انقاص وزنه والاستسقاء مستمر، دي عندنا من دواعي حجز المريض بالمستشفى، لان انا باخد عينه من السائل البريتوني اللي هو الاستسقاء ده واحلله واشوف سببه ايه واعالجه، لان في بعض الاحيان مع نقص المناعه يكون في التهاب بريتوني داخل هذا السائل، ويبقى علاجه عباره عن بعض المضادات الحيويه لمده 5 ايام، ثم يخرج المريض عادي في البيت ويتم التحكم في هذه الحاله. طيب يعني التعامل معاه بيكون سهل ان احنا نكتشف من خلال التحاليل اللي بيتم اجراءها عشان نقدر نعرف. التحاليل الدوريه والاشعه التلفزيونيه دي كل 6 شهور لاي مريض كبد، دي بتغنينا جدا عن اي مشاكل تحصل ان شاء الله. نعم. طيب دكتور برضو واحنا بنتكلم عن السكر، يمكن ناس كتير جدا بتقول ان السكر بيسبب مشاكل كثيره جدا للجسم، مش الكبد فقط لا غيره، ولكن ايضا حتى الكلى تتضرر من جراء ارتفاع السكر. ازاي بتتضرر الكلى؟ طبعا الكلى من اهم الاعضاء في الجسم لانها بتخلص الجسم من السموم. طبعا الاوعيه الدمويه اللي بتدخل للكلى، السكر دايما بيأثر على اي وعاء دموي. نعم. بيحصل فيه تصلب في الشرايين ويحصل فيه التهاب، بيقلل الدم الواصل للكلى تدريجيا، ويحصل التهاب في الكلى تدريجيا وتفقد وظيفتها تدريجيا. ده طبعا في حاله اهمال العلاج. اهمال العلاج او اخذ المسكنات للاسف. يعني مثلا هنا في مصر لما حد بيتعب بيروح صيدليه ياخد حقنه. احنا بنحب المسكنات موت. حقنه مثلا حقنه انت تعرف سوفاجين نوفولتارين نوفالجين، الحاجات دي اصلا دي مدمره. دي منعت بره. لو المريض ده عنده سكر وعنده كلى وعنده استعداد انه يجيله كده، ممكن لا قدر الله يغسل الكلى نتيجه حقنه من دول. يعني فعلا يا دكتور المسكنات ممكن تصل بالانسان ان هو يضر بالكلى لدرجه الغسيل فعلا؟ ده فعلا في بعض المرضى، ودي نسبه كبيره. عشان كده يعني ده مش استعداد وراثي ولا ان مش هو استعداد يعني وراثي، ده هو احيانا المريض هو اللي بيأدي لنفسه نظام المعيشه بتاعته واستخدام الادويه. هو في قانون دلوقتي بيصوغ في مجلس الشعب هيمنعه وصف اي دواء طبي من اي صيدليه بدون وصفه طبيه. ما هو بره كده زي بره. يعني بره حتى الاسبرين حضرتك تروح واحنا في مؤتمرات بره حد يتعب ينزل يجيب شريط بنادول يقول له لا لازم ممنوع. وصفه طبيه. ان شاء الله ده لما يتطبق في مصر هيحل مشاكل كتير، لان هيحصل تحكم ساعتها ان ما فيش دواء غلط يصرف للانسان، لان الدواء الغلط ده هو اللي بيؤدي الفشل الكلوي، هو ممكن يؤذي الكبد، هو اللي ممكن يعمل قرحه في المعده نتيجه الاستعمال السيء للادويه في مصر. ودي ظاهره عايزه حلقات وعايزه برضو تنبيه. طبعاً ده أكيد. تنبيه الاعلام على هذه النقطه الخطيره. دكتور احنا دايما بنقول ان السكر عامل من العوامل الوراثيه اللي بتصيب الانسان، ولكن بسمع بعض الدكاتره يجي يقول ايه ده اللايف ستايل بتاعه هو اللي ادى الى اصابته بمرض السكر. طبعاً. هل تناول السكريات بشكل كبير هو فعلا عامل من عوامل الاصابه بمرض السكر؟ عامل كبير جدا، لان احنا قلنا ان السمنه دي قنبله موقوته. بس ساعات انا بلاقي ناس رفيعه. لا الرفيع ده بيبقى عنده استعداد وراثي ملوش علاقه. الرفيع ده يبقى استعداد وراثي ملوش علاقه. وراثي في العيله، جينات وراثيه عنده هيجي له مرض السكر نتيجه جينات وراثيه عنده. ده بيبقى اسمه النمط الاول من السكر. لكن النمط الثاني من السكر هو اللي حضرتك بتتكلمي عليه، اللي هم الاكل ليه دور كبير، ممارسه الرياضه ليها دور كبير،
الاستعداد الوراثي بيبقى ليه دور ثانوي في النمط يعني السامي. ممكن الانسان من اكله الخاطئ بتناول السكريات الكتيره قوي زي ما عمل شو تمام، او التيكاوي كمان او ممكن التيكا يؤثر. واي دي كلها اطعمه سيئه جدا تؤدي الى تراكم الدهون والسكريات في الجسم وتؤذي الكبد وتؤدي الى ارتفاع نسبه السكر في الجسم. في بعض الامهات اللي تقول لك انا ولادي لسه في مرحله نمو فمش مشكله ان هم ياكلوا حلويات او ياكلوا تيكاوي، هل الاطفال في هذه المرحله مرحله النمو ممكن من جراء النظام الخاطئ في الاكل ممكن يصابوا برضو بمرض هو السكر ولا برضه مرض اللي هم السكر في بيعني الاطفال بيعتمد على العامل الوراثي، في اطفال عندهم سكر نتيجه العامل الوراثي النمط الاول. نعم. اما النمط الثاني فبيجي في سن مبكر شويه، ولكن هو الطفل ده لازم اعوده على عادات غذائيه سليمه، لان هو لانه دلوقتي لو كبر على كده اكيد هيتعود على كده اصلا. طبعا الاكل التكوي جذاب رغم ما به من اضرار انه جذاب، هيتعود عليه ويترك اكل المنزل هو اكثر صحي وبعيد عن الميكروبات وتلوث الهواء والكلام ده. ما هي اهم النصائح اللي انت دايما تراعي جدا لما تلاقي مريض السكر تقول له لازم تعمل كذا ولازم تبعد عن كذا؟ تمام، رقم واحد النصيحة الأولى واللي احنا حضرتك أشرت ليها الاستعداد الوراثي. أي مريض سكر له في العائلة سواء كان أب أو أم أو خال درجة أولى يعني أو درجة تانية يقوم بإجراء الفحص الدوري كل عام بسعيد يعمل سكر تراكمي. سكر صائم وفاطر وسكر هيموجلوبين تراكمي. طب لو لقى السكر الفاطر والصايم كويسين والسكر التراكمي عالي تراكمي يقوم باستشارة الطبيب فورا. يعني ممكن يدوس ان السكر التراكمي يكون عالي لكن سكر فاطر وصايم كويس. معنى كده ان هو عنده بوادر هيجي له كده السكر. في هذه الحاله بتبتدوا تدوا له ادويه ولا بتستنوا؟ احنا طبعا في علاج السكر دايما بنبدا بالاول بانقاص الوزن، لان انقاص الوزن ده هو الاساس، لان انقاص الوزن واتباع نمط الحياه الجيد ده هو اساس الموضوع. بعد كده العلاج الدوائي ده ببدا بعلاج بسيط جدا احفز حساسيه الجسم للانسولين، وبعد ذلك ببدا تدريجي باضافه ادويه اخرى اذا انا مش ببلج الى الدواء الا بعد اتباع نمط غذائي سليم. يعني انتوا بتبتدوا الاول بنمط غذائي بعد كده تبتدي ادويه وقائيه؟ ايوه صح؟ تمام. ودي بيفضل ياخدها على طول ولا بتبتدوا ان انتوا اول ما تلاقوا السكر التراكمي بقى كويس توقفوها؟ طبعا الادويه الوقائيه دي انا بتابع معاه وقلت لك حسب النمط الاول، لو نمط الاول بيمشي على الانسولين طول العمر. نعم. لو نمط الثاني فعلا ممكن يحصل تحسن ويحصل تقليل الادويه وممكن اشيل الادويه خالص لو المريض التزم بس معايا. طبعا بيبقى فيه متابعه متابعه دوريه طبعا. بتحاليل على طول والمريض صح؟ ما يركنش ان هو ساب الادويه عاد كويس. ما انا لازم بتكلم في يتابع. كده لا لازم يعني يتابع كل 6 شهور. مش معنى ان هو وقف الادويه ان هو خلاص بقى سليم. لا لازم يتابع كويس. نعم. طيب بالنسبه برضو احنا ما زلنا للنصائح اللي حضرتك بتقول عليها لمريض السكر، ايه الممنوعات اللي دايما حضرتك بتكون حريص ان تنبه على مريض السكر انه خلي بالك؟ تمام. رقم واحد احنا قلنا عدم الاستخدام الادويه السيئه بدون استشاره الطبيب، لان بعض الادويه كالكورتيزون وكادويه اخرى تؤدي الى ارتفاع السكر. تاني حاجه اتباع نمط الحياه السليم وممارسه الرياضه، ممارسه المشي نصف ساعه يوميا ده كافي بادخال الجلوكوز اللي في الدم داخل الخلايا والاستفاده منه. نعم. وبالتالي يقل مستوى السكر في الدم، كما ان ممارسه الرياضه وبعض النشاطات الرياضيه بتؤثر على زياده حساسيه الجسم للانسولين الطبيعي اللي داخل الجسم، وبالتالي ممكن هو بنمط الحياه بس ما يحتاجش علاج ويستطيع التغلب على مرض السكر. نعم. طيب خلينا ايضا نتكلم عن مريض الكبد وازاي بتتعاملوا معاه، يعني اول ما يتم اكتشاف ان هو عنده مشكله ما في الكبد بيتم التعامل ازاي او ايه التحاليل او ايه الاشعاعات اللي بتبتدوا ان انتوا تطلبوها من المريض عشان نقدر نقول ان هو مريض كبد بجد؟ تمام. طبعا مريض الكبد اللي بيجي لي وهو كان عنده سكر مثلا، اول حاجه تاثير بشك في الكبد الدهني، عشان كده انا بعمل الاشعه التلفزيونيه على البطن والحوض. الاشعه دي بتظهر تدهن الكبد ووجود دهون عليه. تاني حاجه بعمل حاجه اسمها الفايبر سكان، وده انا بشوف بيه في تليف في الكبد ولا لا، عشان احمي المريض ده من التليف الناتج عن الكبد الدهني اللي هو زي ما قلنا قبل كده لا يقل خطوره عن فيروس سي، لان فيروس سي بيؤدي في النهايه الى تليف. طبعا. ايضا الكبد الدهني قد يؤدي في النهايه الى تليف. دكتور هو التليف الكبد درجات؟ تليف الكبد درجات من درجه 1 لغايه درجه 4 حسب. بتعملوها ازاي؟ يعني ازاي بيتم في اجهزه حديثه اسمها الفايبر سكان اللي انا اشرت اليها قبل كده، دي بتقيس بالظبط درجه تليف الكبد دي اف 0 اف 1 اف 2 اف 3 اف 4. بيبتدي امتى الالارم يعني يدق؟ الالارم يدق بقى من عند اف 1 بقى ابدا اقول للمريض ده انت كده، يعني من اول مرحله من اف 1 ده ابدا بقى احافظ من الكبد الدهني، اتابع انزيمات الكبد. نعم. يعني مثلا احنا بنسمع ناس كتير بتروح تكشف وتلاقي فيه دهون على الكبد، بالظبط معظم الناس كده تمام. ده اسمه كبد دهني بسيط. اوكي.
المريض الكبد الدهني البسيط ده لو عمل انزيمات الكبد ولقاها عاليه باستمرار اكتر من 6 شهور، هو ده الكبد الايه؟ الدهني، هو ده اللي لازم يستشير الطبيب. نعم لان الطبيب في هذه الحاله هيعمل له بقى بقيه الفحوصات، بالظبط، دهون الدم، الفايبروسكان زي ما حضرتك قلنا، الاشعه التلفزيونيه، وظائف الكبد كامله، وهنشوف السكر، وهنشوف السكر التراكمي، ونشوف في علاقه الكبد الدهني بالسكر ولا لا، وهسيتم بقى ايه علاج الكبد الدهني قبل مرحله التليف. نعم لان الكبد الدهني لو استمرت انزيمات الكبد دي عاليه كده، معنى كده ان الدهون دي ضاغطه على الخلايا يعني الكبديه. لازم الاول نتعامل مع الدهون الكبد وبعد كده ابتدي ابص على انا لو عالجت التليف. بقى دهون الكبد في فتره معينه ما هوصلش مرحله التليف، وانا بسمي ده بقى ايه الوقايه خير من هنفضل في المرحله الاولى ما نتجاوزش المرحله الثانيه. وبالتالي انا اصلا لغايه دلوقتي ما فيش علاج معين للتليف. عندما يصل المريض الى مرحله التليف فده حاجه اسمها عكسيه بدون علاج. انا مش عايز يعني اوصف، ما بياخدش مجرد مسكنات يا دكتور؟ لا، بمجرد يعني ايه علاج اسمه تحفظي للحاله، احمي بقى من حاجات اضرار التليف اللي هي اورام الكبد، تمام، والاتش سي سي والحاجات دي، اللي انا احاول بقى ما اوصلش بقى للمرحله الاخيره. نعم، خدت بالك ازاي؟ لكن هو طبعا اهم حاجه الوقايه خير من الايه؟ ما اوصلش التليف. ما حصلش التليف عن طريق الكشف الدوري واكتشاف الكبد طب الدهني. افرض وصلنا لدرجة التليف، لو يتم وصلنا التعامل ازاي؟ لو وصلنا لدرجة تليف في الكبد، في هذه الحالة بيتم عمل فحص اسمه دلالات الأورام وإشعة. بتشكوا في الحالات دي ان على ممكن طول يكون بقى في ورم بقى؟ تليف هو سبب أساسي من أسباب الأورام، أورام الكبد. يعني دايما هناك توقع ان ده توقع. عنده أيوه. تليف يبقى ممكن يكون في ورم. ساعتها أنا بعمل تحليل دلالات الأورام وتحليل والإشعة التلفزيونية كل 3 شهور ل6 شهور عشان أحمي هذا المريض من حدوث الأورام. طب لو لقينا ان تم تكون اورام يعني ايه المرحلة بقى اللي بتطبع بعد كده؟ المرحلة اللي بعد كده بحدد درجة الورم ده ايه وبعمل له اشعة مقطع. حجم الورم ومكانه صح؟ بعد كده انا عايز اشوف الورم ده حميد ولا خبيث، بعمل له تحليل دلالات الاورام ده، وبعمل له الاشعة المقطعية بالصبغة متعددة المراحل حلزونية. دي بتعمل مقاطع للكبد جزء جزء، اشوف الجزء اللي هو الورم ده امتص الصبغة ولا لا. لو امتص الصبغة في المقاطع المختلفة يبقى ده ورم خبيث ولازم اتعامل معاه فورا. اتعامل معاه فورا. في دلوقتي بتعملوا تقدم، ايه بقى؟ في تقدم كبير دلوقتي في هذه النقطة. لو انا اكتشفت برضو مبكرا، لو اكتشفت مبكرا بروح انا طبعا حائن الورم ده بالمايكرويف، هو عن طريق جهاز اشعة بسيط كده بدخل عليه واحقن هذا المرض بجهاز اسمه مايكرويف، يتم تماما القضاء على الايه؟ بتعملوا له ازاي نوع من عملية الكي زي عملية الكي. فيه بقى بعد المايكرويف ده احدث حاجة ونتائجه ما شاء الله بنسبة 95% كويس جدا. جميل. بعد كده فيه اللي هو التردد الحراري اللي حضرتك بتقول الكي، وبعد كده في بعض المراحل اللي هو بيبقى فيه اكثر من ورم بنعمل حاجة اسمها الحقن الشرياني، اللي انا بدخل عن طريق زي قسطرة القلب كده، بيدخلوا عن طريق برضو الوريد الفخذي ويوصلوا عند الوريد البابي ده ويخشوا على الورم عن طريق الاوعيه الدمويه ويحقنوه بماده كيميائيه يتم القضاء فيها على هذا الورم يعني الخبيث. بيتم فعلا القضاء على هذا الورم، ما بتحتاجوش ان انتوا تعملوا عمليه جراحيه ونشيل الورم في حد ذاته. في بعض المراحل بقى بدي طبعا احنا لما يحصل حاجه زي كده بيتم عرض المريض على لجنه كامله بتشمل اخصائي الكبد واخصائي الاورام واخصائي الاشعه التداخليه واخصائي الجراحه. نعم تمام. وشفت كام تخصص؟ حوالي 5 تخصصات. الله اكبر. وبعد كده التخصص اللي هياخد الحاله بيتم عرض الحاله، تمام، على جميع التخصصات، وبيتم في الاخر قرار توصيه بقى. توصيه. انت مريض مكتشف مبكرا وسنك صغير وحاله الكبد تسمح تدخل جراحي، بيبقى رقم 1 تدخل جراحي. انت حالتك متوسطه يبقى مايكرويف. انت حالتك كده يعني يعني نظم العلاج بتقدر تحدد وفقا لحاله المريض الجسمانيه ولا للسن فقط لا غير؟ السن ليه؟ السن طبعا هو ممكن يكون مريض عنده 60 سنه بس بس حالته صحته كويسه. حلوه بالظبط. وممكن واحد 40 عنده 40 سنه سنه وصحته وحشه جدا. اذا هي حاله المريض الجسمانيه هي التي تحدد. يعني السن مش هو العامل السن اللي مش بيلعب مقياس، الدور. وان كان ليه دور برضو معانا، لان احنا عندنا في تقييم البروجنوز في كل حاله والستيجنج للحاله السن لما بيبقى اكبر ده بيبقى بيديني درجه اقل في احتماليه القضاء على المرض. كل برضه السن ليه دور في البروجنوزس او توقع الشفاء الكامل. الشفاء الكامل للمريض. نعم. طيب في حاله ان انتوا فتحتوا عشان تشيلوا الورم، هل ده بيبقى امان اكتر ولا ان احنا مجرد بنحقن الورم بماده ما زي ما حضرتك قلت او بيتعملها عمليه كي؟ وفي حاله ان هي بتتعمل عمليه كي ما هو بيفضل ورم جوه جسم الانسان؟ هو بيفضل بس بيبقى يتم يعني الماده النشطه اللي فيه او النسيج الحي الخبيث اللي فيه تم القضاء عليه.
وهو المايكرويف آمن تماما ونتائجه جميلة جدا. يعني ما فيش مشاكل ان هو يتم كي يعني هذا الورم ويفضل جوه جسم الانسان، مش ممكن جسم الانسان يلفظه لا او لا، ما فيش يعتبره اي يعني؟ مشاكل. المرضى عاشوا بعد كده وتابعناهم ولقينا الحمد لله في تحسن كبير وعدم ارتداد الورم مرة أخرى. هل مكان الورم ممكن يكون عامل من عوامل تحديد كيفية العلاج؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، لان مكان الورم احيانا يكون الورم بجانب وعاء دموي، وبالتالي مش هينفع الميكرويف ده لانه ممكن يلط الوعاء الدموي ففي الحالة فعلا. دي بتضطروا بقى ان انتوا، ممكن بقى ساعتها جراحه. ما حضرتك بقول لك اللجنه بتبقى مكونه من كذا ما كده. انا بتكلم في كده يعني، اكيد في لينا اماكن انتوا انديكيشنز، بتعتبروها ان هي معقدة جدا. لينا عندنا لكل حاله ظروفها، والقرار السليم هو اللي بيتخذ للحاله. ايه الاماكن اللي اذا تواجد فيها الورم بتبقى فعلا يعني معضلة كبيرة جدا بالنسبة للطبيب وبيبقى مقلق منها؟ بجوار وعاء دموي، او بجوار وعاء ليمفاوي، او في امتداد دموي للورم، يعني يكون عامل جلطات خبيثه في الاورده، يعني مثلا الوريد البابي ده اللي هو بيغذي الكبد، طبعا ده بيبقى فيه امتداد. ساعتها انا يعني في البروجنوز بتاع الحاله بيبقى المريض مش هيستفيد قوي من الحقن والحاجات دي. يعني ممكن طالما حصل تضطروا ان انتوا تسيبوه وما ممكن بقى تقدروا. يبقى حاجه اسمها العلاج التحفظي. انا مثلا قبل ما اعمل كده انا لازم اتاكد ان الورم ما سابش الكبد وراح حته تانيه. بعمل بوني سكين لكل الكبد، لكل الجسم، للعظم، بتكشفوا على الجسم كله، واكشف على كل الجسم جزء جزء. ولو لقيته ان في اورام في اماكن اخرى. لو لقينا اورام في اماكن اخرى بتبقى ساعتها دكتور الاورام هو اللي بيتعامل بقى مع الحاله. ايه اكتر الاجزاء في الجسد اللي متوقع انه لو تواجد ورم في الكبد بتتوقع ان هي بعد كده تمتد الى هذا المكان؟ الرئه والعظم. اول حاجه الرئه، الرئه صح؟ والعظام، دول المكانين الاساسيين. وكمان اورام الكبد دي احنا بنتكلم عليها، دي اسمها الاورام البرايمري او الاساسيه. في اورام ثانويه قد تحدث في الكبد نتيجه مكان برايمري اساسي اخر، كسرطان الثدي مثلا. يعني ممكن يكون نتيجة ان هو كان عنده ورم في مكان ما وانتقل الى انتقل. من اهم الاماكن التي يحدث بها امراض سرطانات ثانويه هو الكبد، من الثدي ومن القولون ومن المعده. طب معلش انا هعرف ازاي دلوقتي ان الورم ده هو مش هو الورم الرئيسي، لا ده ورم ثانوي، ازاي بتقدروا تفرقوا بينهم بنفرق بينهم عن طريق لو الورم ده واحد بس ده غالبا ورم اساسي، لكن لو الاورام دي صغيره ومتعدده في نسيج الكبد تمام يعني لما بتتعدد بتعرفوا ان هي اعرف ان ده ثانويه. ثانويه. وطبعا اللي فيصل العينه الكبديه. طب بتتعاملوا ازاي لما بتلاقوها بقى كتيره كده برضو؟ ثانويه ديت بقى تبقى طبعا ساعتها مش الكبد هو المسؤول عنها، وبترجع الحاله لدكتور للسبب الاورام بقى، اللي هو عنده المصدر بتاعه اللي هو القولون. يعني انتوا بتعالجوا المصدر، نعالج ومن المصدر، خلال معالجه ممكن المصدر ساعتها السيطره على هذه الامراض الثانويه. وان كانت وجود البؤر الثانويه دي علامه غير جيده في برضه في البروجنوز بتاع الحاله. طب يعني انتوا ما بتتعاملوش معاها بالكي او بان انتوا تحقنوها او كده؟ ساعتها بيبقى القرار للدكتور الاورام لو هو عايز حاجه زي كده. بالنسبه لنا بيبقى دورنا مرحلي فقط، لان مش الكبد هو ايه، ما انا مش هو عارفه ان هو السبب. بيعود مره اخرى الى المكان هو الرئيسي، فيه بقى ولكن الكبد في هذه الحاله ما هو متضرر من بيبقى الاورام. ساعتها العلاجات عباره عن حاجات وريديه او حاجات اشعاعيه او يعني انواع بحيث ان انتوا تعملوا نوع من السيطره. التحكم في الموضوع، لان تبقى انماط اخرى من العلاج. دكتور هل الاورام السرطانيه اللي بتظهر في الكبد ممكن يكون ليها علاقه بالعامل الوراثي ولا لا؟ ليها علاقه بالعامل الوراثي فعلا، يعني ممكن لو حد عنده مفروض ان احنا نشوف الابناء يتعملوا لهم تشيك اب. وبالنسبه للكبد هنا مثلا في مصر في فيروس بي هو اللي علاقه وطيده بالاورام الخبيثه. فيروس يعني بي لو تواجد ورم خبيث بنلاقي فيروس عندنا بي. فيروس بي ده في بروتوكول في العلاج معين، مثلا لما يجي مريض شباب وعنده فيروس بي بنساله سؤال، هل انت عندك تاريخ مرضي لسرطانات في العيله كبد؟ لو هو عنده تاريخ مرضي لسرطانات في العيله كبد لازم يبدا علاج فيروس بي. لازم لازم يبدا. تبتدوا العلاج فيروس بي الاول بعد كده نبتدي ان احنا لان في انواع نشوف. اخرى زي برضو مش ببدا علاج فيروس بي على طول، لان علاج فيروس بي بيمتد مدى الحياه او بيمتد بفترات طويله. اذا مش ببدا علاج فيروس بي الا عند الداعي. ممكن اعمل له علاج تحفظي بس واتابع الفيروس كل 6 شهور بدون علاج لفيروس بي نفسه. ولكن بناء على سؤال حضرتك انا بقول لك انه هو عنده استعداد وراثي في العيله، انه عنده اورام خبيثه في العيله بالنسبه للكبد، لازم ابدا له العلاج. اذا في تبدا تاثير علاج حتى لو فيروس بي هو لسه، حتى لو هو مش يستدعي العلاج زي بقيه المواطنين بالظبط. ما انا افرض ان الحاله يعني لسه مستقره نوعا ما، برضه هتبتدي العلاج؟ هبدأ العلاج احتراما لموضوع الايه ان العامل في عامل وراثي. لان العامل الوراثي ده هيبقى عنده هو استعداد
عدل الاورام لو ده انه الفيروس بيه بالشكل ده. طبعا اكيد البدايه المسبقه لما نعرف ان هو عنده عامل وراثي ده هيساعده على القضاء على الاورام السرطانيه، ولا ما بيمثلش نسبه شفاء عاليه؟ الاكتشاف المبكر للاورام ديت بتمثل نسبه شفاء كبيره جدا، لان كلما يكون الورم صغير في الحجم وعدده بسيط مش كتير بيتم السيطره عليه بصوره اكبر، بيتم الشفاء تماما. دكتور، هل بيتدخل السن في عامل اللجوء الى الادويه لو حددنا ان هو ممكن يصاب باورام؟ طبعا السن له دور كبير، ولكن زي ما قلنا لحضرتك ان الحاله الجسمانيه للمريض والحاله الصحيه هي الفيصل في الموضوع. نعم. لو حالته الصحيه كويسه ويستحمل التداخل اللي انا هعمله ده بعمله بمنتهى الاريحيه وفي فتره يعني ايه فتره بسيطه عشان الحق اسيطر على هذا الموضوع. دكتور، متى يقف الطبيب عاجزا امام حاله من حالات الكبد؟ طبعا حالات الكبد المتقدمه والتي احنا قلنا عليها الاورام الخبيثه والاستسقاء او الغيبوبه الكبديه او الحاجات دي، احنا طبعا الطب عمره ما بيقف عاجزا. في بوبه في بعض الحالات التداخل الحجز بالمستشفى. تمام. يعني لازم الدخول المستشفى ده اساسي. احنا طبعا عندنا من بوبه لا يأسم على الحياه بالنسبه للطب. اي بس مريض في لحظات يا دكتور بيبقى يعني انتم مضطرين ان انتم تصبروا تشوفوا ايه اللي هيحصل، صح؟ في لحظات معينه انا بنبه حتى اهل المريض ان الحاله متقدمه في الحاله، ولكن احنا طبعا لن نترك الحاله في الطب، لا نترك المريض الا عندما يعني نستنفذ جميع السبل اللي قدامي لانقاذ حياته. نعم. دكتور محمد نور الدين، استشاري امراض الكبد والجهاز الهضمي، بجد سعدت بوجود حضرتك معايا النهارده، وشكرا ليك. ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام، يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبتكم، بشكركم وبشكر كل فريق العمل، وحتى نلتقي حلقه جديده لكم مني كل تحيه.